يا هشام. الو. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ هشام. الله يخليك. بقول لحضرتك انا معايا دلوقتي اشتريت حته ارض في تبع المرج القاهره، شارع اسمه شارع السادات، يعني شارع رئيسي، لا عندنا زراعه ولا عندنا اي شيء خالص، طالع حواليا ابراج ومباني والكلام ده كله. تمام. وبعد ما بنيتها يعني هي 80 متر الصف بتاعها، بعد ما بنيتها لقيت معمول لي خمس مخلفات اليوبيه. وانا قاهره. فروحت سالت في الوحده المحليه الزراعيه اللي عامله لي المخلفات، قالوا لي ده انت اليوبيه. طب اليوبيه ازاي وكل اللي حوالين مني مرج قاهره؟ يعني حتى البيت اللي جنبي من هنا قاهره، واللي من هنا قاهره، ومرافق قاهره، وكل شيء قاهره. طب ازاي الوحده المحليه بالقلق عامله لي انا المحاضر دي؟ انا دلوقتي لا عارف اتصلح في القاهره ولا الاليوبيه. هو حضرتك تتصلح مع مين الاول؟ انا عايز اخش في اللي هو قانون المصالحات الجديد ده اللي هو. طيب شوف يا استاذ هشام، هي دي سهله جدا، هتروح الوحده المحليه اللي انت تابع ليها. هو مش عارف. لا لا لا، هو الموضوع بسيط. وهتقدم طلبك هناك في اللي انت تابع ليها، لان في حدود لكل محافظه. تمام. ما ينفعش يعني، ما واضح، بس هو في سوء تفاهم ان المحافظه ليها حدود محدده. ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها انا هنا وهنا. ما ينفعش بقعد في حته ومخالفه تجي له من مكان تاني. هو انت بس الارض بتاعتك دي ارض زراعيه يا استاذ هشام ولا ارض مباني؟ لا مباني. مباني حضرتك، ما فيش حوالينا زراعه خالص. لا لا، فرق. عايزين بس نفرق. هي الارض دي اللي اتكلم فيها الاستاذ احمد فاروق، لو انت متابعنا من اول حلقه، اللي قال لك قبل التصوير الجوي الكلام اللي انت بتقوله ده شكله لا كده. لا لا، انا لسه صراحه مشغل، ما فيش يعني. طيب شوف قريب. هي لو في استثناء في قانون التصالح، قال لك ايه؟ لا يجوز خارج الاحوزه العمرانيه. لو الارض دي دخلت الامتداد حصل لها على طول وبقت جزء من الاحوزه العمرانيه وحصل عليها تصوير جوي قبل 22/7/2017، دي هتدخل جوه التصالح. لكن لو هي يعني ايه دخلت الاحوزه العمرانيه؟ يعني ارض بدات المباني العشوائيه توصل عماره جنب عماره جنب بيت، لدرجه اصبح الزراعه لا في مصرف ولا نعرف نزرع ولا في مصدر ري ولا في مصدر صرف، فاصبحت بحكم الواقع اراضي مش هنعرف نزرعها. فالقانون عمل مسح جوي اللي هو في 22/7/2017. اذا حضرتك كنت جوه المسح الجوي ده قبل في جوه، هيعمل لك تصالح وهتتصالح وهيمشي. بعد مفيش تصالح.